خبر عاجل، وفاة مها الحجيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو اللي معانا، أرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو ليصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. أما بالنسبة عن تفاصيل الخبر اللي معانا، فهو خبر وفاة مها الحجيري. تعتبر مها الحجيري هي أشهر مشاهير السوشيال ميديا، وأعلنت وسائل التواصل الاجتماعي عن خبر وفاة مها الحجيري اليوم منذ قليل. هي من الشخصيات الجميلة التي لم يعرفها أو يتعرف عليها عدد كبير من المواطنين، وخصوصا مع تصاعد أسماء على السوشيال ميديا كثيرة. وبعد وفاة مها الحجيري بدأ الكثير يبحثون عن سبب وفاة مها الحجيري، ولكن عدد كبير لم يجد السبب الحقيقي لذلك الوفاة المفاجئة. كما زعم البعض أن مها الحجيري توفت بسبب تعرضها لإصابتها بفيروس كورونا كوفيد-19. داعين الله أن يغفر لها ويرحمها ويسكنها فسيح جناته. وبكده يكون خلص الفيديو اللي معانا، وأرجو اشتراك في القناة ونفعل زر الجرس وندوس لايك للفيديو عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي قناة توتي نيوز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.